إذا كما العادة تحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين ديال هذه القناة هذه. تنعتذر على هذا التوقف اللي دام شوية الوقت، لأن كما أسبقت وتكلمت معكم في فيديو سابق قلت لكم بأن الوالدة ديالي أخيرا قررت تزورني الولايات المتحدة الأمريكية، فأخذت عطلة من العمل وكرست لها بعض الأيام اللي سافرنا فيها شي شوية، وداك الشيء باش ما كانتش تشبع من الوالده ديالك ولا تشبع منك، ولكن على الاقل نعوضوا شويه ديال الوقت اللي ضاع لنا. هذا كان هو السبب ديال هذا التوقف شويه، ولكن ربما يكون هناك مواضيع جديده اللي فاتتني. ولكن قبل ما ننطلق اليوم في هذا الفيديو هذا، اولا بغيت نتقدم بالتعازي للطفله اللي توفات، للعائله ديال الطفله اللي توفات في المنطقه ديال ورزازات نتيجه للعطاء ديال العقرب. يعني تنتأسف لأنه بحال عايشين في العصور الوسطى، يعني تكلمت عليها أنه الظروف ديال التشرميل، بحال عايشين في العصور الوسطى في علاقتنا مع قطاع الطرق وداك الشيء، يوقفوا الطوموبيلات يطلعوا التران يجريسيو في التران بحال داك الشيء ديال الكوبويات القديم وداك الشيء، يوقفوا الطوبيسات الكيران على عايشين في القرون الوسطى. يعني الامراض البسيطه تتقتل الناس، الحشرات السامه تتقتل الناس، الافاعي الى اخره، كاينين في الهند مثلا داكشي، ولكن في المناطق في الهند اللي الهند مثلا راه تيموتوا تقريبا 26 الف واحد من لدغات الافاعي، ولكن في المناطق النائيه اللي الدوله الهنديه مهمشها تمام التهميش. يعني هو ماشي مبرر ولا مقارنه، واش كاين، انا نعطيكم مثال مثلا في المنطقه ديال كولورادو وبعض المناطق هنا في الولايات المتحده الامريكيه اللي معروفه بمتواجد فيها هذاك النوع ديال الافاعي اللي تيتسمى راتل سنيك، هذاك اللي عنده الناقوس في الدويل ديالو اللي تيدير بحال الناقوس، هذاك السم ديالو حتى هو سم خطير، تيتم شتي الانتيدوت المضاد للسموم اللي تيعالج من اللدغه ديالو من العضه ديالو، تيتوزع على الفلاحين والناس اللي عندهم الفيرمات والناس اللي ساكنين في المناطق اللي معروفه به كيكونوا العشاش ديالو. انا فايت زرت كولورادو، فايت درنا واحد الرحله استكشافيه شويه مع واحد الخوت في داكشي ديال البيئه، ومشينا لواحد المنطقه واحد الدار اضطروا يهاجروها الناس وعوضتهم الدوله فيها واحد الفيرمه في المنطقه في احد المناطق الشماليه ديال كولورادو، لان فيها واحد من اكبر العشاش ديال هذاك الراتل سنيك، في عوض ما يقتلوه وداك الشيء هما تيحافظوا على الحيوانات ديالهم وتيحافظوا على التوازن البيئي للحيوانات. عطاوهم تعويضات ووافقوا الاخرين حتى هما يعني، ولكن تيتوزعوا عليهم اللي فهمت انهم تيتوزعوا عليهم هذوك المضادات للسموم. تيقول لك الا تعض دري ولا راجل كبير ولا اي شخص تعض بهذا، اول حاجه على تعلمهم كيفاش يعطيو راسهم ديك الشوكه يدقوها هما، الا خرجوا مثلا يخدموا هذا ديما تتلقاها عندهم باش يدقوها، عاد تعطيهم متسع الوقت باش يمشيو للسبيطار ويشوفوا لك كانت شي عوارض اخرى. حنا تتنقل طفله المستوصف ما عندوش، مستوصف منطقه معروفه بالعقارب والحنوشه وداك الشيء اللي هي الجنوب الشرقي، غير الحجر والعقارب وشنو والحنوشه وداك الشيء، وهذا ما كاينش، خصها لا تمشي للسبيطار العام ديال ورزازات لا تموت قبل منه، لانه ذاك النوع ديال العقارب عندهم واحد السم باتي، وانه في السن ربع سنين ولا ثلاث سنين طفله وداك الشيء المناعه ديال الجسم ديالها ما كافياش باش انها تصدى السم، اذا انت تمشي ضحيه. الله يكون في عون والديها، راه اللي عنده الدراري هو اللي تعرف شنو هي تفتقد دري بسبب بحال هذا. بالمقابل واخا انا المواضيع ما باش نركز عليهم، بالمقابل هذا النظام ديال الملكيه هذا محمد السادس، يعني السبيطارات ما فيهمش لونتيدوت، ما فيهمش المضاد للسم ديال العقارب، فهذا اللي هي تكلفه بسيطه. حنا عندنا اصلا، حنا عندنا الحنوشه وعندنا العقارب، حنا من داك السم تيتساقب لونتيدوت سهله، ما نحتاجوش زعما شي حاجه اللي تكلفنا وغنستوردوها من الخارج، حنا عندنا اطور قادره تنتج لونتيدوت لان عندنا السموم متوفره. الناس هكا تدير تتشدو كتمشي وتدير دراسات تشدوك السموم اللي متواجدين في شي منطقه وتتصنع منهم، هما تيعطيوها فكره وتعطيوها طريقه وتعطيوها حتى الماده الخام، على الاقل 60% من الماده الخام باش يصنعوا لي زونتيدوت المضادات للسموم وتوفروهم للمواطنين اللي هما في مناطق فيها هذا الخطر هذا.
ولكن محمد السادس ما مساليش بطبيعه الحال باش انه يضيع وقته هو في فهمتيني في توفير ابسط شروط الحياه للمواطنين المغاربه، لانه هو محتاج لديك الفلوس مزير فيها، لانه هو خصو 88 مليون اورو باش يشتري يخت جديد فوق اليخوت اللي عنده، وهاد اليخت هذا اللي عنده قيمه دوليه خطيره، وخصهم هاد اليخوت ديالو بطبيعه الحال بحال اليخت ديال البوغاز ديال البوغاز واحد، وهذا خصو ما يكونش تيتشد في الرادار هاد اليخت هذا ديال باديس، واللي ما تكلمتش عليها انا، راه تكلموا عليها مجموعه الناس وداك الشيء، ولكن غير في سبيل السياق هذا اللي 70 متر ديال الكربون كولمين، لو كربون كولمين راه صح من الحديد صح من الهند، ولكن تي فلوطي 88 مليون اورو، بينما الملك تيشري يخت فيه 88 مليون اورو، الاطفال تيموتوا لانه ما كاينش سبيطارات ما موفره لهمش المضادات للسموم في المناطق اللي معروفه بكاع الكائنات السامه بحال الجنوب الشرقي ورزازات وتنغير الى اخره والصحراء وهذا وبزاف المناطق عندنا. حنا لا، حنا باقيين خصنا يمشيو يشرطوا لهم فهمتيني، عندك الشراط يشرط لهم المفاصل وجهاد العضاء ويمص داك الدم هكا ويدفلوه، حنا بالطريقه ديال الطريقه اللي ما قبل الحضارات اللي كانت تدار قبل الفراعنه، الفراعنه والمايا والبابليين والاشوريين كانوا عندهم المضادات السموم، كانوا تعرفوا يصاغبوهم من الاعشاب ومن السموم ديال الحشرات. حنا في المغرب 7000 سنه من بعد ذلك باقيين حنا نلجؤوا للطريقه ديال السكان ديال المغارات، نشرطوا ملي تعض لنا الطفل نشرطوا له بالزيزوار الا لقينا الزيزوار، لان حتى هي راه داخله في الحضاره ما يمكنش تقدر ما تكونش عندنا، نمضيو حجره ونشرطوا ونوليو العصر الحجري، نصاغبوا الفخار ونصاغبوا داك الشيء ونشعلوا بالعواد الى اخره، لانه فعلا الشيء اللي تتوفروا الدوله العلويه هو ما قبل التاريخ الحضارات، يعني المغرب اسفل من المجتمعات اللي عاشت هذه 7000 عام وحتى 6000 على الاقل 6000 عام اللي هما الفراعنه والمايا والاشوريين مرورا بعدهم من 1000 عام من 2000 عام ولا 3000 عام وجرنا تبعهم. قطع الطرق شرا مليا، السبيطارات ما كاينش فيهم الدواء، الاطفال يموتوا لنا، النهب على الملا، يعني رابع ولا خامس افقر شعب بالارقام الحقيقيه الدوليه، الملك ديالو اغنى الساسه وتيقتني 88 مليون اورو، واش تعرفوا شنو هي 88 مليون اورو؟ لا لا لا، انا ما تنخاطبش الناس الاحرار والحرات وداك الشيء، راهم عارفين عارفين خطابي وحاسين به، خاطب المشرطين الحناك والعبيد هادو وهاد الناس اللي رفضوا على انهم اي الحقيقه ها باينه، انا ماشي شغلي ماشي غنفرض عليكم رايي، ولكن الانكار للحقيقه راه هو غلط خطا. تقولش لا وانت كيفاش وانت كلها وحر باش اختار، لا باش انت تختار راسك وتدافع على نظام اللي هو تيقتل الاطفال وتيستبد الاطفال بينما هو تيقتني كل ما هو غالي. هادشي راه تينضاف لداك الشيء ديال لالا خدوج وبوغاز واحد، وهما راه عنده خمسه ديال اليخوت اللي ما تتشدش في الرادار، احدث لا 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 علاش ما تتشدش في الرادار؟ لان ملي تيهز معاه الغلمان وداك الشيء تيمشي ما تيخصش واحد يعرفو فين راه، كيما ملي لقاوه في لالا خدوج مع داك البوغوس تما غير هما بجوج، وبنادم باقي تيقول لك راه بنادم اهلا ولدو سلمى كذا من هنا، ماش من ولد ما من ولد يقدر يولد مع زعيطر ما يولدش مع سلمى على اي الشذوذ وداك الشيء حريته، ولكن ملي تتكون امير المؤمنين وحاكم وكذا وهذا تيولي عندنا الحق ننتقدوك في الخيارات اللي الممارسه ديالك تتنافى معاها انت فهمتيني، انت تعيشها وناس اخرين ما يعيشوهاش، انت تزهر والناس تموت غير من العضاض ديال العقارب، يعني باقي غنقولها الى متى، حتى لمتى حنا تنعتقدوا بان المغرب راه بخير ولاباس وداك الشيء في هذا الظرف هذا اللي الكره بنادم ملاهي مع الكره. انا ماشي ضد كره القدم انا كرياضه لا، ولكن ملي تتولي كره القدم بنج انا ضدها، ملي تيولي بنادم تيعرف شنو كلام ميسي وباش فطر رولاندو مع من مصاحب ميسي ومع من مصاحب رولاندو، ما تيعرفش بانها طفله ماتت بالعضه ديال عقرب، وبان الملك ديالو في نفس الوقت شرا يخت خامس ب 88 مليون اورو، تما تيكون خلل، تتقول لي هذه افيون، نفس الشيء اللي قالوه الناس على الدين واحد الوقت انه تيكون افيون الشعوب، ملي بنادم تيعرف عيسى
شنو كان تيبغي وشنو كان تيقول عيسى، ولكن ما تيعرفش شنو تيوقع في بلادو دابا. كذلك تيعرف محمد شنو كان تيقول وشنو كان تيبغي، ولكن ما تيعرفوش شنو واقع محمد ديال بلادو دابا اللي جارو سميتو محمد، وهذا ما عرفش شنو كاين. تيولي افيون، تتولي غير ملهي فيهم دهي فيه ملهينك. ما عندهمش مشكل هما تكلم مع الامور اللي وقعت في الماضي، ماشي مشكل الماضي البعيد، ما تفضح لهمش غير التاريخ ديالهم الحديث اللي هو اللي غيوريك شكون هما هاد الاسره الملكيه اللي عندنا، واللي غيوليك على انه التعايش معاهم هو شيء مستحيل. وهنا ندخل ثاني الموضوع ديالي، يعني شي ناس سولوني على هاد الشيء هذا اللي بصح ما عنديش عليه درايه، زعما باقي ما عرفتش ما فهمتش شنو واقع فيه. تيقول لك كاين شي حزب باغيين يديروه شي حزب جديد ولا شي حاجه، وكاين شي ناس اللي حيت شي ناس متواجدين في امريكا تيعتقدوا على اننا حنا في امريكا رحنا تاع نعرفوا فيه اكثر منهم ولا رحنا جزء منه. لا، التواجد في الرقعه الجغرافيه ما تيعنيش التشارك في اي شيء، والا راه نعتبروا كاع اللي في المغرب راهم عياش وعبيد، والشيء اللي ما هو صحيح. كاين الاحرار اكثر مني ومنك ومنا اللي هما في المغرب ومناضلين طريقتهم، بلا تغلاط الهضره بلا داك الشيء ديال لا والله الهضره الغليظه، ولكن تيخدموا تيخدموا في عمق مع ولاد الحي، تيخدموا في الليجان، تيخدموا في لجان المعتقل، هذه المجموعه الدار البيضاء والمجموعه الحسيمه والمجموعه الجراده والمجموعه المناطق، ولكن تيخدموا تخدموا في حياتهم وتخدموا مع الناس الفقراء مباشره بلا ديك التغلاط الهضره وداكشي ديال اللي تيتعنى حنا الفرصه على اننا نقولوا، حيت حنا بمفهوم اننا خارجين بعاد على الرقعه القمعيه ديال المخزن. فكاين اللي تينسى راسو تيعتقد على انه هو عار من هذوك الناس وحسن منهم، ولا لا لا ولدي لا 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 ولدي ولا بنتي لا لا لا، انت عايح حضرك في الخارج وعندك ديك الهامش الحريه ديال انك هذاك تتقول، ولكن راك لا تفعل. القولان ديالك وداك الشيء والهضره ديالك مزيانه مزيانه، طالما هي من القلب ماشي وسيله للتجاره وداك الشيء وهذا، وغي حتى هو غير نوع اخر ديال الفيون عاوتاني، اي بنادم لقاه انه طريقه مسلكه في الربح السريع وداك الشيء. لا، وهذا الشيء علاش انا ندخل في هذا النطاق هذا، هذه المجموعه اللي تيقولوا عليها دارت ولا هذا، انا ما عنديش مشكل دير اخي دير، شغل هم هذاك ما يلحقونيش معاهم، لا هذيك لا اديوني عاد تسمى ولمسوني انا، ما تيعنينيش داك الشيء ديالهم، ولكن من حقهم يديروا اللي بغاوا صاحبي. راه ما يمكنش تجي تقول لبنادم يا راه سوا تفكر بحالي سوا راك انت ما تسوى ما تصلح ما كدا ما من هنا. انا نعطيكم مثال باش نخرجوا لهذا الفيديو يكون فيديو صريحه. انا لما تنتقد شي ناس اللي عايشين في الخارج وتيديروا فيديوهات فيهم الهضره غليظه وما تيبينوش وجوههم، تنتقدهم ماشي بالتخوين راه خائن ديال المخزن، لا تنتقدهم على انه انت اللي عايش في المغرب في الخارج وتدير فيديو غليظ باغي المغاربه يخرجوا يثوروا اللي في المغرب يخرجوا يثوروا ويحيحوا، وانت في الخارج ما قادرش تتبين وجهك، هذا راه عار، هذا راه بحال ديك الشطاحات ديال المعلايا دوك اللي تيشطحوا المعلايا، ديك الرقصه الشهيره في شبه الخنزيره العربيه هذيك بحالهم مدرقين على وجههم باللحاف، ولكن المؤخره قرقلك 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 قرقلك، وكان ذاك زعما المؤخره ما عندهاش قيمه زعما الشرف في الوجه. هذاك تنعرفهم بالاخص ملي تيكونوا تيديروا الطريقه ديال الالقاء ديالهم والطريقه كيفاش تيقدموا الفيديوهات ديالهم، تتكون بطريقه باينه فيها الطريقه التجاريه، العناوين المفضوحه ديال لا قبل المشاهده قبل الحذف شاهد قبل الحذف لم المال لم تسمعه مسبقا، هذاك تنتقدهم من هذا الباب. الى انت في الخارج ومضرق غتكون مضرق، الحاله وحده هو انك باقي تدخل للمغرب، لانه حنا في الخارج ها هما حتى حنا واخدين الريسك، واش غيوصلونا ولا ما يوصلوناش ما تنظنش، في هذا الوضع اللي حنا فيه دابا ما تنظنش يوصلونا، يقدروا يبغيو ياديونا يشوهوا لنا السمعه ديالنا، يكريو المخابراتيين ويكريو الناس اللي داخلين وسط النضال وهما راهم مخابراتيين حتى هما وداخلين هذا باش يشوهوا السمعه ديالنا باش يحاولوا يبينونا على صوره اللي ما حناش فيها، واخا ولكن زعما القتل وداك الشيء وهذاك ما يقدروش ما يقدروش، هذا المعنى حنا اللي في الخارج. اذا انت ما دمتي تتخاف ما قادرش توري وجهك، والا انك باقي تدخل للمغرب، يعني باقي تتركب مع الارام وتمشي تدخل للمغرب وتدخل الصرف وتعطي الابناك ديال وفا بانك والابناك المخزنيه ديال الملك تعطيهم الصرف ودير الشونج و100% بحالكم نتوما، تيمشيو يتفرجوا في موازين ملي تيدخلوا يمشيو يتفرجوا هذا ويديروا الشكاكره تاعهم في الجنب ويلعبوا هزمكريه على الخوت، وترجع عاوتاني بحال الحانوت تيولي عندك هذاك القناه ديالك اليوتيوب تتولي بحال الحانوت، وتترجع عاوتاني تترجع للحرفه تحل الحانوت وتبقى المغاربه خصهم يثوروا الملكيه خايبه خص المقاطعه خص، وانت شنو دورك؟ دورك هي حلقك؟ زعما تتعتقد انت بحلقك قايم بالواجب ولا كيعدير تزود هذا الشعب بالشجاعه وانت انت تفتقدها تماما؟
راه فاقد الشيء لا يعطيه، راه ما يمكنش تطلب من المغاربه يتشجعوا وانت باقي ما تشجعتيش تخرج عايش في الخارج وتبين وجهك. وهما مجموعه بلا ما نحتاج نسميهم، لان كاين اللي فيهم ما تعتبرش حتى اللي يليق الاسم ديالو على لساني فهمتيني في اليوتيوب، في صفحاتي الخاصه اللي على الفيسبوك ولا على هذا تنكتب الخواطر ديالي باي طريقه. انا ما جايش نضيع الناس الهضره على اشخاص، نضيع الناس الهضره على فكره، هذه الفكره ديال انك انت زعما انت راك في خطر. انا عايق بهاد الناس هادو شنو تيديروا، هما اللي تيحافظوا على واحد النوع ديال الخطاب محطوطين باش تيحافظوا على واحد النوع ديال الخطاب اللي هو تاكل واللي هو حتى هو في حد ذاته واحد النهار غيكون مخرج للملكيه بغينا ولا كرهنا. تنقولش عليهم تيخدموا مع المخزن عن اراده ولا عن غير اراده، عفوا. اذا نكونوا تنعرفوا قيمه انفسنا، راه ما نجيش نضرق انا مور الخاميه ونبين غيدي وحلقي زعما وطالقها وانا راني ما عرفش شنو، ولا بقاش واكل داكشي. خصنا نبينوا للناس بان الشجاعه كاينه، باننا حنا قادرين على الاقل حتى حنا نضحيو معاهم بواحد الجزء اللي هو سميتو اننا نتحرموا من ديك الارض ونتحرموا من العائله نتحرموا من الصحاب نتحرموا من البلايص اللي درنا فيهم ذكريات، لان هذاك بغاو المخزن ولا ما بغاهش، بغا النظام الملكي ولا ما بغاهش، بغاو الاعداء ديالنا اللي محالفين مع النظام الملكي سواء منهم اللي من الطبقه الملك ولا سواء منهم من الناس اللي هما فقراء ولكن مكلخين ومتحالفين مع الطبقه اللي تتفرع فيهم. ذاك الوطن ديالنا عندنا فيه ذكريات وعندنا فيه ارض وعندنا فيه عرض وعندنا فيه فاميله وجيران والى اخره، ما يقدر حتى واحد ينتزعوا منا من الداخل ديالنا. ولكن قرار ديال اننا غنخرجوا بوجوهنا نهضروا ليس بالهينه، وخير دليل هو انهم كاينين اللي فمهم غلط طول من لساننا وتنتقدوا كل شيء وتنتقدوا اللي باينين بوجوههم وهما مخبعين تما وهما زعما هما اللي ما عرفش شنو هو، هما موجودين ويجي ويخاطب لك ويقول لك ان شاء الله الجماعه الله مع الجماعه. وادخل انت للجماعه، اول خطوه بعدا باش تدخل للجماعه باش يكون الله معك انت جزء من الجماعه، بين غير انت شكون انت، ما عرفوك الناس شكون انت، فكل يعرف حدو. هاد الدراري وهاد الشباب هادو اللي في المغرب اللي تيخدموا في هاد الليجان، ليجان المعتقل ديال الدار البيضاء، ليجان المعتقلين والعائلات المعتقلين ديال الحسيمه، ليجان المعتقلين والعائلات المعتقلين ديال جراده، والليجان اللي مجموعه الناس اللي في اسفي واللي في خريبكا واللي في ورزازات واللي تيخدموا هاد النوع هذا، تيجي واحد بحال هادو وتيبغي يبين بانهم زعما هادوك راه والو فهمتيني، ما تيمشيوش للراس الحيه ما تيمشيوش للملكيه، وانت انت تتمشي للملكيه ومضرق وتتهود من بعد. شكون اللي قال لنا ملي تتهود من بعد راك تمشي في المغرب فوق عيد العرش وتتصفق انت وتطبل وداك الشيء معاهم في عيد العرش؟ شكون اللي قال لنا؟ من جهول نكره. هذا وقت الشجاعه، هذا وقت الشجاعه. وشتي اللي خاد شي مبادره بحال باش نرجع لهذا الموضوع هذا، اللي خاد شي مبادره بحال انا نقول لكم هذا الائتلاف هذا اللي تينتقدوه دابا شي ناس لاذقين، انا تنفهم العقليه العسكريه، العقليه العسكريه راه خصكم تعرفوا بان مجموعه العسكر اللي رافضين هذا الوقت هذا، راه رافضين محمد السادس، راه ماشي رافضين النظام الملكي، فيهم اللي هما جمهوريين وباغيين جمهوريه بطريقتهم هما بفهمهم ليها، تقدر تكون حتى جمهوريه عسكريه اللي ما متفقش معاهم بطبيعه الحال فيها، ولكن ماشي غنحاربهم وغنقول عليهم خوانه. كاين اللي ما عجبهمش الملك محمد السادس لان ما عندهم معاه مشاكل شخصيه، كاين اللي عندهم معاه مشاكل شخصيه، كاين اللي عندهم معاه مشاكل منهجيه في التسيير ديالو، عفوا في التسيير في طريقه التسيير ديالو المؤسسه العسكريه، ماشي تيختلفوا معاه لانه اختلاف طبقي وداك الشيء، وكثار هما حتى تنعرف غير من لغتهم مجموعه العسكر اللي الرافضين ما تيهضروش باللغه ديال ديال اللغه الطبقيه ديال الطبقات مثلا. انا نتبنى التحليل الطبقي ما تيعنيش على انني انا هو الاصح، لا غير تنعني مثلا انا واحد النوع ديال هاد الناس اللي تيتكلموا بوجههم مكشوف، تنتبنى التحليل الطبقي، انا ترفض هاد الفوارق الطبقيه على الاقل في شكلها الفادح اللي كاين دابا باش نحيدوا الطبقات. في مره تكلمت عليها، راه شيء اللي غياخذ المئات والمئات السنين، ما تنتكلمش عليها انا دابا كحل، ولكن تقليص الهوات الطبقيه في افق على انها تلغى في مره، انه التعميم ديال كاع الوسائل الانتاج يستافد منها الشعب كله والوطن كله، هذا هو الحلم ديالي. نموت وما يتحققش ما عنديش مشكل، تنحس براسي مرتاح وانا فيه. هما عندهم طريقه التفكير ديالهم، هما ربما تيرفضوا غير محمد السادس، ما عندهمش مشكل مع ملك اخر. إذا كان عيجي وعيسير مثلا المؤسسة العسكرية كيف ما هما تيبغيوها، شغل هما هذاك، ما تيعنيش على أن هذوك خوانا، الخوانا شكون هما اللي تيكون معاك أنت، مبني معاك فكرة ديالك، وهو في نفس الوقت هو راه بايع راسو، هذاك خائن، هادو غير خصوم،
هادو هي خصوم عندهم مشروع مجتمعي تيختلف معنا، ماشي نجيو نبقاو نخونوهم. راه ما عرفتش انا كيفاش غنعلمو هاد الموجه ديال كاينه واحد الموجه عاوتاني ديال التشرميل وسط الفكر الجمهوري، ديال اللي ما فكرش بحالي راه خائن، اللي ما قالش الهضره اللي تنقول انا راه خائن، اللي ما بايعنيش راه خائن. لا راه هذه في حد ذاتها راه هذه في حد ذاتها خيانه، لان حنا تناضلوا على الديمقراطيه، راه ما يمكنش نناضلوا على الديمقراطيه ونجيو نلغيوها. اه من حقك شي واحد الا ما عجبكش ما تصاحبش معاه، هذاك شغلك، هذاك ماشي فيها ديكتاتوريه ولا ديمقراطيه. ما يمشيش تجي تفرض عليا الصداقه ديالك تكون صاحبي وتكون عندي في اللائحه الاصدقاء ديالي مثلا في فيسبوك، انا ما تنحملك ما تنقبلك. لا هذيك شي مختلف. ملي نمارس معاك السياسه نعطيك حقك في انك تفكر، اذا اكتشفت انك خصم ان كلاسيك كخصم. العدو الحقيقي هو النظام الملكي مؤسساته المختلفة اللي تتمارس بحق الشعب، الاضطهاد والقمع والنهب. اللي عنده حلم يختلف عن الحلم ديالي ولكن تا هو ضد هذا النظام في شكله الحالي، راه هو ليس عدو وليس خائن، هو فقط يختلف في وجهة نظره عليا. هذا هو التفكير الصحيح. إذا أنا الائتلاف ولا ماشي الائتلاف، أولا لا يعنيني، ثانيا ما عندناش الزروطه ونقول لهم ما ديروش، ديروا اللي بغيتو. انا هذاك عي نقص في التحليل، ولا كاين العاود اللي تيستغلوا تيركب عليه، لانه موضوع سخونه راه ندير به البوز ونبيع به ونبيع نحل الحانوت ديال الادسنس ونبيع ونشري. هذا ماشي هو الهدف عندي انا. انا عندي الهدف هو انه يكون انسجام بين الفكر ديالي وبين الممارسه ديالي. صحيح اخر كاين الناس اللي تيخلطوا عاوتاني، تيجي تبغي يدخل لك في شخصك وتيبغيك في شخصك، داكشي اللي الشخصي ديالك دير ليه ديك اللعيبه الديمقراطيه، انا دخل وطرش. لا العمل السياسي، الديمقراطيه تطبق في العمل السياسي، في التسيير المجتمعي الى اخره، النقاش الفكري الى اخره، ما عندهاش امور اللي امور شخصيه ديال الانسان، راه خط احمر ما تدخليش فيها، لا ما باغيش تدخل فيها، تيدخل فيها احبابه الاصدقاء ديالو هما اللي تيدخلوا عنده فيها. اذا لازم انا التربيه النضاليه بطبيعه الحال، لان انا ماشي مع ديك الازمه، ازمه اخلاق وداك الشيء، هذيك هضره خاويه باعوها لنا التجار ديال الدين باش يخليونا تنجاهدوا ونناضلوا في الجهه الغلط، وهما راهم مخلصين واخدين الخلصه ديالهم من عند نفس النظام اللي تيهلكنا باش اننا نبقاو ملاهين ونبقاو مكلخين. اذا ما عنديش فكره على شنو باغيين يديروا بصراحه، واش ملكية برلمانية ولا باغيين يديروا شي حريرة جمهورية عسكرية ولا ما عرفش، لأنهم ماشي مجموعة ديالي ما تنعرفهمش، ما عنديش معاهم حتى ديك الصداقات الافتراضية. أغلبيتهم تنقول من كلهم ما عنديش حتى في الليستة الفيسبوك ولا من المتابعين اليوتيوب ديالي. مرة واحد انتقدني فيهم ملي دخلت تنفرشخ في هشام العلوي، واتهمته بأنه جبان ما قادرش يناقش المواضيع ديال النهب والجرائم اللي تورط فيها بواه قبل ما يجي يدير علينا فيها بواه. من هذا الباب هذه حنا تنشوفوا ولادنا تيموتوا من الضد العقرب، وحنا تنهضروا بواحد الخطاب بحال ما راكبينش في نفس الصوره، وتنجيو تنبغيو نقشبوا على دوك اللي في المغرب تيبذلوا مجهود في حدود ما يوفره هذا، لكن ما تيقولوش عاش الملك ولا ما لا ما تيقولوا حتى شي مشروع سياسي باش ما تيتورطوش، تيخدموا مع الشعب وفي نفس الوقت تيوعيو. وكذلك من المتابعين الصناديد ديال هذا الشيء اللي تنقدموه، ملي تيلقاو واحد تيتكلم معاهم بفكر نقي، ماشي بفكر اقصائي، وماشي بلغه ديال الجهل ولغه ديال الشرميل ولغه ديال داك الشيء، هذاك ما واكل شي فهمتيني، باش يجي بنادم يبقى يدير على الرواج ويبقى يطرطق فمو وهذا. لا خصنا نصلحوا، خصنا حتى حنا عن تعطروا بزاف من تحقيق الظروف. حنا شنو بعدا باش نصحح هذه المعلومه، حنا غير تنحاولوا نوعيوا واحد الفئات شعبيه باش توفر شروط الاشتغال تجاه النضال من اجل احقاق الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه والمساواه. انا اعتبرهم اعداء، غنكون غبي ماشي اعداء خصوم، حيت انت باغي الثوره اليوم، ما اللي عارف قادر ما يقدرش يديرها اليوم راه عدو ديالك. لا ماشي عدو. واش من ضرر عندك انت الى هاد الناس قدروا ينتزعوا يحقوا واحد شي شويه ديال الظروف؟ بالعكس، راه الناس عاد تقدر توعاو والوعي يقدر يتسرع. اي تنعرفوا على اننا في ظل هذا النظام والطريقه باش هو راه ما ينتزع حتى حاجه الا
بالتضحيات، واننا تنامنوا ولا ما كانتش التضحيات، الا كنا غنقدموا تضحيات وغنقدموا شهداء ومعتقلين، علاش غنقدموهم على بطاطا؟ على بطاطا والبصله وهادشي لا، نقدموهم على المطالب الراقيه، المطالب السياسيه، تغييرات في اتجاه التغييرات الراديكاليه، اي نتفقوا. ولكن ماشي هذه حيت حنا تنتبناو كنهزوها سيف ونبقاو نخونوا اللي ولا لا، هضره خاويه. الى دخلوا الطالب من الشعب المغربي باش يتشجع وباش ينضل، وتشجع انت وبان انت، انت باقي تتهود تخيم في المغرب وباقي تتهز داك الفلوس من داك الحانوت الاساس اللي تديرو تتهوز بها تدوز العطله ولا بها تتشري الطياره وبها تدوز العطله مع راسك راك مدخل الرواج وداك الشيء وتجي تنز عليهم هما مساكن باغي تدفعهم هما العافيه. التغيير تيبدا منا حنا نضحيو حنا باش الناس تشوفنا كقدوه وتا هي تقدر تتعلم التضحيه على مراحل ماشي الصاروخ زعما راه ما عرف شنو عندنا. كاين اللي تعتقد على انه راه طيح نظام الملكي، النظام الملكي هو في سقوط متآكل، حنا غير تنفرشوا التناقضات اللي هو وسطو. اما هو شنو اللي يطيح النظام الملكي؟ التناقضات الداخليه ليه، التناقضات اللي موجوده فيه هي اللي غطيحوا، لانه كل نظام متناقض يحمل في طياته قانون السقوط. شنو تيخص؟ تيخص الكاتاليزور، خص اللي يحرك هذوك التناقضات. حنا هادشي اللي تنديرو، تنعطيو للشعب الاليات باش يفهم دوك التناقضات وباش يرفضها، ومن خلالها غادي يسقط هذا النظام. اذا الحدود هذا الشيء هذا هو اللي بغيت نتقاسم معكم انا، وتنعطي رايي بكل صدق وبكل اخلاص، لانهم حاولوا يزرعوا فينا هذيك الكراهيه، زرعوا كاع انواع الكراهيات، سواء من العرقيه سواء من الدينيه سواء من هاد الحومات هاد الاحياء، ويزيدونا بانهم تربوا ديك الثقافه ديال انه الا ما فهمكش اش تقول ما تيحملكش. كاين واحد ما تيفهمكش صعيب عليه الفكرة، وبالتالي تتذكروا على انه خصو باقي خصو يمشي يراجع وباقي خصو يقرا ويستافد قبل ما يجي يطلق لسانه للريح، وبها تيكرهك زعما. هذا هو الشيء، هذا شيء بسيط. اذا الى حدود هنا والى حدود التحرير ديال ذاك المغرب من يد العصابه العلويه تماما كلها، والموحد الحلفاء ديالهم، تنتكلم على العصابه العلويه، فيها العلويين وفيها هذوك الاوليغارشيه، هذيك العائلات اللي مستافده من العلويين واللي ملتحمه من العلويين واللي خلاتها لنا معاهده اكس ليبان مزروعه فينا بحال شي شوكه واصله حتى العظم. ما عندك كيدير تجبدها من غير انك تقتلعها اقتلاع كامل مع ذاك الطرف ديال الحمل اللي هي معاه. هذا هو اللي كاين. اذا الى حين تحرير هذا الوطن هذا وتحرير الشعب المغربي كافه، لان كلهم رهائن ومختطفين ومعتقلين، وتحرير كافه المعتقلين السياسيين والمعتقلات السياسيات باختلاف المشارف ديالهم، ما عندناش تمييز. اتمنىكم بألف خير وتحيه نضاليه.